قبيلة كونس مجموعة عراقية أثيوبيا ضمن قبائل جنوب شعوب أثيوبيا التي تضم أكثر من 80 قبيلة، وتتواجد هذه القبيلة حول وادي نهر أوم بالقرب من الحدود الأثيوبية الكينية، ويبلغ تعداد سكانه حوالي 4593 نسمة حسب إخارة أعداد سكاني. في البلاد 2158 من الرجال و2335 من النساء، وتتواجد هذه القبيلة في بيئة صعبة وقاحلة ومرتفعة جدا حوالي المنطقة التي تسمى الوادي المتصدع، وكثيرا ما تتعرض للجفاف والتعرية والانهيارات الأرضية، ورغم ذلك لا تتخلى القبيلة عن منطقتها. حرف القبيلة تهتم القبيلة برعي الحيوانات والزراعة وتربية النحال، ولديهم أسواق تقام مرتين في الأسبوع، ويهتمون بتجارة الملح، وهي من القبائل المقاتلة التي تهتم بفنون، وخاصة إذا حاولت أي جهة الاقتراب من رضيهم وحيواناتهم، ولقد عاشت منعزلة عن محلها لفترة طويلة، وقد اكسبتها بيئتها حماية من أي هجوم خارجي. نسبة لموقعها المحاط بالمرتفعات والجبال وعاورة المناطق ووجودها في مناطق مرتفعة وقمم ووديان، وعرف أهل كونس ببناء المدرجات والزراعة على المرتفعات والتضاريس الوعرة وعمل المدرجات لحماية التربة من الانجراف والتعرية وتأكل صعوبة البيئة. الفخر لدي كونس، تفتخر القبيلة بكونها تحافظ على أرثها وثقافتها، مثل التعري فهم يتعجبون للجانب الذين يحضرون، وخاصة الملابس التي يلبسها الناس، فهم يرون غرابة في لبس الملابس، ويذهب الرجال عراة دون أي ملابس، ويفتخر الرجل بالحجم الكبير والسمن، ويتناولون اللبن والدم مثل بقية قبائل جنوب أثيوبيا، والرجل الكبير الحجم وخاصة إذا كان له بطينة كبيرة وضخم يهابه الجميع، ويعتبر هذا نوعا من الفخر، ويحاول الجميع أن يكون سمينا أو ضخم الجسد والبطن، فهم يمتلكون بنية ضخمة جدا، وهنالك من يقومون بتزيين أنفسهم بأشكال غريبة وبعضها أشبه بحيوانات بيئتهم، وتزيين أجسادهم بألوان مختلفة.